السلام عليكم أعزائي الأول، إن شاء الله نتلقى بكم أعزائي الغاليين في هذا الفيديو. تكونوا بصحة وراحة البال إن شاء الله. اليوم خدموا معنا هذا الكعك بريوش، كعك بريوش بنين 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 بزاف، والمقادير تاعه موجودة. هنا عندنا 3 معالق، كل ملعقة فيها زريعة البسباس وزريعة حبة حلاوة وزريعة الشنان، نرحيوهم وهذاك اللي شيط عليهم نطيبوه في واحد شوية عمل، اللي هو هذا هو الكاس تاع الزرارع اللي طيبناهم. هنا عندنا كاس تاع الزيت وكاس تاع السكر وكاس تاع جنجلان مرحي اختياري وكاس تاع الحليب، وعندنا رشه تاع الملح، وعندنا ملعقه خميره فوريه، حبه بيض، واحد البياض تاع حبه بيض ولا صفار نخليوه باش نطليو به الكعك، وعندنا واحد المبشور تاع حبه برتقال الا كانت موجوده، وشويه تاع لافاني، وعندنا قطره تاع الخل، وحب وحده تاع خميره الحلوه. هنا حطينا هذاك الكاس اللي طيبنا فيه هذوك زرارع وخلينا هدفة، وكاس تاع الحليب والخميره ورشه تاع السكر وخليناه واحد شويه يخمر. من بعد ضفنا له الكاس تاع السكر وكاس تاع الزيت، يعني ضفت له هنايا لافاني، ونخلط غير بالفوي، نخلط مليح بالفوي، وحطيت هذيك الصفار تاع حبه بيض كامله وهذاك البياض تاع حبه بيض والصفار خليناه باش نطليو الكعك نتاعنا. هنا نخلطو مليح مليح. هنا زدنا هذاك الكاس تاع جنجلان اللي كنت حمصته ورحيته، وهذا اختياري، وهذوك الزرارع اللي كما قلت لكم ملعقه في الملعقه في الملعقه، اللي هما 3 معالق، اللي هي حبه حلاوه وحب وزريعه البسباس وزريعه الشنان. هنا نضيفو الفرينه تاعنا كنا غربناها ونخلطو، ولكن من بعد استعملت يدي، لان باش نستعملو يدنا باش نعرفو نلمسو باش نلتمسو هذيك العجينه باش يكون القوام تاعها في اليد نتاعنا، ما نيبسوهاش وما نجريوهاش. هنا حطيت واحد الرشه تاع الملح في هذيك الفرينه، ومازال راني نخلط بالفوي لان الخليط مازال مطلوق جاري. دوك ندخل يدي ونخليها شويه رطبه، نخليها تلتصق هذيك العجينه تبقى تلتصق. زدت هذيك العلبه تاع الخميره تاع 10 غرام، ودوك نزيد هذيك القطره تاع الخل كمحسن عندنا لهاد الكعك تاعنا باش يصبر معنا سمانه. هنا كدخلت لي كيلو تاع الفرينه، وزدت من بعد زدت فوق الكيلو، يعني كيلو وزدت فوقه، عاوا زدت الكاس اللي مور الفرينه، وراني نخلط بيدي ونلتمس هذيك العجين. يعني مازال نزيد في الفرينه، هنا زدت الكاس وزدت الزوج، راني نزيد غير بشويه بالعقل. خلاص هنا ندهن يدي بالزيت باش هذيك العجينه نلمها، اليد وحده تكون تلصق فيها العجينه واليد الاخرى كي نحط العجينه ما تلصقليش. هذاك هو القوام تاع العجينه تاعنا. هنا نغطيها، لكن ما نديرلهاش انايا البلاستيك ولا نحط لها داك السيليفان ولا نحط لها سربيته تاع المطبخ مره واحده. هنا من بعد اللي خمرنا العجين ضاعف الحجم تاعه، هنا جبت العجينه كنت الصوره كنت نحيتها، نقسمها كويرات على حسب الحبه تاع الكعك اللي نديروها. هنا شوفوا راني الحبه تاع الكعك من بعد ما خليتها ريحت وهي بالكويرات هذيك، يعني قسمتها كويرات، ومن بعد الكويرات خليتهم واحد 5 دقائق زادوا ارتاحوا باش رو ليهم مليح باش الفرينه تاعنا ما تتلمش، تعطينا الطعم تاعنا تاعها في يدنا. هنا راني لويته وقرصته بالصبع بالاصابع تاعي باش ما ينحلناش، يعني طريقه شويه سهله على باش نروليوه هكذا كيما راكم تشوفوا، نقرصه في العجينه هذيك باش ما تنحلناش في الوسط وما ينتبخلناش بزاف. وهنا غير بالكوبات راني نزين فيه، وهنا لازم نبسطه شويه، نقرصه كيما نقولوا، نقرصه واحد شويه باش تجينا هذيك الحبه تاع الكعك ولا تاع البريوش عفوا تجينا شابه، تجينا كبيره وتجينا يعني عاطيه للعين. هنا هذيك الحبه تاع صفار تاع البيض كنت زدت لها الحليب، وزدت لها واحد شويه تاع نسكافي، وزدت لها هنايا حتى واحد شويه نتاع ما زهر.
ونسيت ما قلت لكمش كنت حطيت واحد الملعقه نتاع ما زهر في العجينه في الاول، واللي يحب ما زهر اكثر يحط حتى زوج معالق ونص 3 معالق. هنا ندهن العجينه عفوا الحبه تاع الكعك تاعنا، وراني نرشه بجنجلان، غير شويه بجنجلان، هذاك جنجلان ما راهش محمص، لا راني درك اكيد درك كي نطيبوه يتحمص. هنا الكعك تاعنا من بعد اللي خمر وطليناه وحطيناه دحيناه في الكوشه من بعد اللي كانت سخونه، كنت تشوفوا جاي يهبل يهبل، جات البنه شابه بزاف وفيها الريحه تاع التوابل هذيك. بالصحه والراحه ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو واحد اخر، ونتلاقاكم بساعة الخير، وتهلاو في رواحكم.